أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أول ما نطق به عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن سلمة اليهودي الذي أسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى وجهه قال: هذا الوجه ليس بوجه كذاب. وتود اليهود زي الأحبار اليهود زي علماء اليهود غير النبي صلى الله عليه وسلم يدف المدينة يغزر زبومبو بالنساء غنبوبا وجبو يغنب بالنس خارق وذنبي نيشان يحفظ خاص انتظر ديارون الحديثة. النبي صلى الله عليه وسلم يدف في المدينة مننا أيها الناس أفش السلام، أول ما قال عليه الصلاة والسلام يدف في المدينة أيها الناس أفش السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام.